السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم تلاميذ سنة ثانية بكالوريا علوم بمسلكيها شعبة العلوم التجريبية وشعبة العلوم الحياة والأرض مع التمرين الأول من هذه السلسلة يقول أحسب أ و ب لكي تكون إف متصلة في ثلاثة و إف لإكس تساوي إكس أس اثنان زائد أ إكس زائد ب على إكس ناقص ثلاثة اذا كان اكس اكبر قطعا من 3 و اف لاكس يساوي ناقص 4 زائد ا اكس 2 على اكس ناقص 2 اذا كان اكس اصغر قطعا من 3 و اف 3 تساوي 3 يعني صوره 3 بالداله اف هي 3 نذكر بان اف تكون متصله في النقطه ا اذا كانت اف متصله على اليمين وعلى اليسار ا وكذلك يمكن ان نعطيها بصيغه اخرى نهايه اف لاكس عندما يؤول اكس الى ا زائد يعني اكس اكبر قطعا من A. هي نفسها نهاية اف اكس عندما يؤول x الى a ناقص يعني النهاية على اليمين تساوي النهاية على اليسار يساوي اف ا يعني يساوي الصورة طيب اذا بالنسبة لنا هنا في هذا التمرين عندنا جوج ديال المتغيرات اللي خصنا نحدو ا و بي او جوج الاعداد جوج لي بارامتر ا و بي خصنا نحددوهم بالضبط هاد الاعدادين باش نحددوهم آه كنلاحظو بان ا كاينة في الجزء الثاني اذا كان x اساقط عن من ثلاثة وفي الجزء الاول عندنا ا و بي دونك من الافضل أننا نبداو بالدالة اللي فيها غير متغير واحد، أ مجهول واحد، يعني عندي أ إذا نمشي للثاني، يعني غنمشي نشوف نحسب النهاية عندما يؤول إكس إلى ثلاثة ناقص، إذا لدينا اف متصلة على يسار ثلاثة إذا ماذا يكافئ هذا؟ ماذا يعني؟ يعني أن نهاية إف إكس نهاية اف اكس عندما يقول اكس الى ثلاثة ناقص كتساوي الصورة اللي هي اف ثلاثة بالتالي غتساوي اف اثنان مزيان تساوي اف ثلاثة هذا يكافئ نهاية اكس يؤول الى ثلاثة ناقص غنوضع الصيغة ديال الدالة ديالنا اللي هي ناقص اربعة زائد ا اكس اس اثنان على اكس ناقص اثنان غتساوي اف ثلاثة شحال هي هي اثنان يكافئ هنا غنقومو بالتعويض القا ناقص أربعة زائد أ مضروبة في أس إثنان هي تسعة قسمة ثلاثة ناقص إثنان غتساوي إثنان كيف ما ولات معادلة والمجهول هو أ إذا إذا يكافئ بأن تسعة أ ناقص أربعة كتساوي إثنان لأن ثلاثة ناقص إثنان هي واحد إذا تكافئ بأن تسعة أ كتساوي إثنان هاد ناقص أربعة غنجيبوه هنا تولي زائد أربعة هذا يكافئ بأن أ يساوي ستة قسمة تسعة يعني يساوي إذا اختزلنا بثلاثة تبقى هنا اثنان وهنا غتبقى ثلاثة إذن أ هي اثنان على ثلاثة نمر الآن إلى النهاية على اليمين ثلاثة إذن ولدينا F متصلة على يمين ثلاثة بنفس الطريقة هذا يعني أن ليميت x يساوي إلى ثلاثة زائد إف إكس كتساوي ليميت ثلاثة زائد غنكتبو الصيغة ديالنا اللي عندنا واللي هي إكس أس اثنان زائد أ قلنا هي اثنان على ثلاثة في مضربة في إكس يعني ما نكتبو أ الصيغة اللي وصلنا ليها أو العدد القيمة اللي وصلنا ليها زائد بي B زائد بي B. كامل مقسوم على إكس ناقص ثلاثة نتيجة لغلقه هنا بعد التعويض هنا معذرة هنا عندنا زائد ب القيمة اللي هي ثلاثة أس اثنان يعني تسعة زائد اثنان على ثلاثة في ثلاثة اثنان على ثلاثة في ثلاثة زائد ب قسمة صفر زائد لأن إكس يؤول إلى ثلاثة على اليمين إذن حتى تساوي غنلقاو هنا ب زائد هنا غتمشي ثلاثة مع ثلاثة لأنهما عددان واحد في البسط واحد في المقام وعندي عملية الضرب إذا غتبقى اثنان اثنان زائد تسعة هي 11 مقسومة على صفر بلس آه هنا ردوا البال هنا كاين عندنا فصل الحالات إذا نقول إذا كان بي زائد 11 يخالف صفر أو نفترض ها ندلو البرهان بالخلف نفترض بأن نفترض نفترض ان بي زائد 11 يخالف صفر ومنه ليميت اكس يساوي تلاتة زائد ديال اف اكس اش غتساوي غيولي عندي واحد العدد يخالف صفر على صفر زائد يعني غتكون هي ما لا نهايه طبعا غتقدر تكون زائد او ناقص على حسب واش بي زائد 11 موجب ولا سالب مهم وهذا تناقض مع كون اف متصلة على يمين ثلاثة، إذا كانت متصلة إذا النهاية خاصها تكون منتهية أولا، من الناحية الأولى، عاد كنشوفوا واش هذيك النهاية المنتهية كتساوي الصورة، طبعا مني كيخرج لك النهاية غير منتهية، إذا دالة فهي غير متصلة، إذا وهذا تناقض مع كون إف متصلة على يمين ثلاثة، إذا الافتراض اللي افترضناه خاطئ ونفيه صحيح، إذا ب زائد 11 كتساوي صفر وبالتالي ب تساوي صفر ناقص 11 يعني ناقص 11. صافي؟ إذا بهذا نكون قد أجبنا على التمرين الأول. ندوز الآن إلى التمرين الثاني. التمرين الثاني يقول: لتكون إف دالة عددية المعرفة على إف بما يلي: إف لإكس تساوي القيمة المطلقة لإكس ناقص 1 على إكس أوس 3 ناقص 1 بحيث إكس يخالف 1 وصورة 1 هي 1 على ثلاثة. أدرس اتصال إف على يمين وعلى يسار 1 إذا على بركة الله، دونك باش ندرسوا الاتصال خاصنا نحسبوا النهاية. إذا ليميت X يؤول الى ثلاثة زائد ديال اف اكس ليميت يؤول الى 3 زائد في البسط قيمة القيمه المطلقه لاكس ناقص واحد ا أه هنا X يؤول الى واحد ماشي يؤول الى ثلاثة لان بغينا نديرو الاتصال في واحد اذا هنا عندي واحد إذن النهايه عند واحد على عن اليمين على X اس 3 ناقص واحد طيب تساوي هنا عندنا اشكال في القيمه المطلقه دونك هذه القيمه المطلقه خصت تزول وباش نحيدوها لابد اننا نديرو دراسه اشاره اكس ناقص واحد اذا بالنسبه لاشاره دراسه اشاره اكس ناقص واحد اولا باش ندرسوا الاشاره خصنا المعادله هذه المرحله الاولى نحل المعادله اكس ناقص واحد تساوي صفر طبعا سهلة تعطينا إكس تساوي واحد، لأن غنجيبو ناقص واحد للطرف الثاني تولي صفر زائد واحد هي واحد. إذا الآن كندوزو للمرحلة ديال وضع الجدول، الجدول تيكون عبارة عن، جدول بهذا الشكل، مكون من سطرين، السطر الأول خاص بإكس، كيبدا من ناقص لانهاية زائد لانهاية، لأننا كنتعاملو مع إكس ناقص واحد، هاد إكس ناقص واحد تتنعدم في واحد، هنا فين غنستعملو هذا، اللي هنا، كنحطوه هنايا، يعني. مفهوم؟ إذا غتولي عندي هنا صفر على اليمين نضع إشارة أ وعلى اليسار عكس إشارة أ شكون هي أ؟ أ هو العدد اللي مضروب في إكس يعني هنا واحد مزيان واحد راه موجب إذا على يمين على يمين واحد عندي زائد إذا غيكون عندي هنا التعبير إكس ناقص واحد موجب بأن إكس ناقص واحد موجب إذا قيمته المطلقة هي نفسه مزيان إذا بالتالي غنكتبو غنكتبو أه إكس ناقص واحد بدون قيمة مطلقة بدون تغيير لأننا كنتكلمو على يمين واحد لاحظتو إذا هنا ثم أتابع أتابع تولي ليميت إكس إلى واحد زائد إكس ناقص واحد على وفي المقام راه عبارة عن متطابقة هامة هي إكس ناقص واحد عامل لي إكس اوس إثنان زائد إكس زائد واحد تساوي غادي نختازلو إكس ناقص واحد مع إكس ناقص واحد غيبقى عندنا ليميت إكس يؤول الى واحد زائد ديال واحد على إكس اس اثنان زائد إكس زائد واحد بعد التعويض نجد واحد على واحد اس اثنان هي واحد زائد واحد هي جوج زائد واحد هي ثلاثة هاد النهاية هذه فهي الصورة لاحظوا صورة واحد اللي عطاونا هي واحد على ثلاثة إذن بما أن الليميت x يؤول الى واحد زائد ديال اف إكس كتساوي الصورة اللي هي اف واحد إذن F متصلة على يمين على يمين واحد صافي الآن ندوزو لدراسة الاتصال على اليسار إذا على اليسار ندرس اتصال ندرس ندرس اتصال F على يسار واحد إذا نكتب نيميت إكس يساوي إلى واحد ناقص إف إكس تساوي غنحسبو هاد النهايه ونرى واش كتساوي الصوره ديال القيمه المطلقه ل ناقص واحد على اكس اوس ناقص واحد على يسار واحد في الجدول هنايا على يسار اذا هذه على يمين وهنا على يسار على يسار عندي اكس ناقص واحد سالب ناقص يعني سالب واذا كان سالب القيمه المطلقه هي المقابل ديال التعبير داخل القيمه المطلقه يعني غنكتب اكس يؤول الى واحد ناقص المقابل الإكس هو ناقص اكس والمقابل الواحد هو زائد واحد هادشي كامل مقسوم على اكس اس 3 ناقص واحد طبعا الفوق يمكننا نعمله نعملو بموا انه عندنا تعميل بناقص اكس يؤول الى واحد واحد ناقص ناقص اكس ناقص واحد وفي المقام راه يمكن لينا كيف ما عملنا النهايه على اليمين غتولي اكس اس اكس ناقص واحد عامل لي اكس مربع زائد اكس زائد واحد أيوقع اختزال اكس ناقص واحد مع اكس ناقص واحد وغتبقى هي ليميت اكس أو الى واحد ناقص غتبقى ناقص واحد على اكس اس اثنان زائد اكس زائد واحد هاد النتيجة هي ناقص واحد على ثلاثة وهي تخالف اف واحد ومنه 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 اف غير متصلة على يسار واحد نمر الان الى التمرين الموالي اللي هو التمرين رقم ثلاثة التمرين رقم ثلاثة يقول لتكون اف ذا العدديه معرفه على المجال صفر زائد لا نهايه مفتوح بحيث اف لاكس تساوي اكس ناقص واحد على جذر اكس حدد صوره المجال صفر زائد لا نهايه اف بدايه اول حاجه ملي كنبغيو نحددو لتحديد اف اي -E. اول شيء كنديروه هو اننا كنمشيو نشوفوا الداله اف كيفاش دايره الرتابه ديالها على اي اذا اول حاجه كنديروا اف دراسه رتابه اف على اي دراسه رتابه اف دراسه رتابه اف على اي غالبا تنحسبو اف بريم صافي ثم بعد ذلك كنمشيو كنطبقو القاعده ثم نحسب الصوره نحسب اف إي. مزيان اذا نفس الشيء هنايا هذه المرحله غادي نطبقوها هنايا اول حاجه غنشوفو اف واش هي راتبه على المجال صفر زائد لا نهايه ولا لا اذا اولا نكتب نحسب اف بريم اذا بدايه نبداو في الاجابه اذا غنبداو على بركه الله ندرسه ندرسه رتابه اف على المجال صفر زائد لا نهايه يعني واش دالة تزايدية أو تناقصية على المجال صفر زائد لا نهاية إذا نقول ليكون x من المجال يكون x من المجال صفر زائد لا نهاية بريم لي x هي المشتقة ديال x ناقص واحد على جذر x مشتقة x هي واحد مشتقة x هي واحد علاش لأن أكس المشتقة ديالها هي أ مثلا عندك ثلاثة x المشتقة هي ثلاثة عندك ناقص جوج إكس المشتقة هي ناقص جوج يعني داك العدد اللي مضروب في إكس هو اللي كيبقى كي مزيان أنجيو هنا إكس راه هي واحد في إكس إذا بقات واحد بقات لي المشتقة ديال واحد على جذر إكس ما تنساوش بأن واحد على أو إلا بغينا نديرو لها الإشتقاق راه هي ناقص أو بريم على أو أس 2 ناقص أو بريم على أو أس 2 هادي قاعدة نكتبها ونأطرها هنايا من الأفضل طيب اذا غادي نطبق هادشي هذا تعطيني ناقص هاد ناقص ديجا راه كاينه عاد غتلاقى مع ناقص ديال التعبير اذا ناقص جذر اكس بريم على جذر اكس اس 2 غتساوي واحد ناقص مع ناقص راه كتولي زائد ناقص مع ناقص هاد ناقص مع ناقص زائد جذر اكس الاشتقاق ديال جذر اكس هو واحد على جوج جذر اكس اذا غيولي عندي في البسط واحد على جوج جذر اكس هنا غتبقى عندنا اكس لان جذر اكس اس اثنان هي اكس اذا تصبح واحد زائد هنا هاد الاكس هادي نورمالمون هي اكس على واحد اذا غنضربو البسط في مقلوب المقام يعني غتولي عندي واحد على جوج جذر اكس في واحد على اكس اذا غتخرج في النهاية واحد على جوج جذر اكس في اكس هي جوج اكس جذر اكس وهذا التعبير هذا بما اننا خدامين في صفر زائد لنهاية فهو موجب قطعا لان عندنا مجموع تعبيرين موجبين قطعا مزيان اذا ومنه اف تزايديه قطعا على المجال صفر زائد لنهاية طيب الان غنمشيو نشوفوا السؤال او الجزء الثاني من هذا السؤال واننا غنحسبو اف اي اذا غتولي عندي اف ديال المجال صفر زائد لا نهاية غتكون هي مجال طبعا صورة مجال بدلة متصلة ورتيبة قطعا هي مجال هاد المجال هذا غادي في الأول غندير نهاية عندما يؤول إكس إلى صفر زائد ديال إف إكس وفي الطرف الثاني غندير إكس أو المحد الثاني غيكون هو ليميت في زائد لا نهاية ديال إف إكس ليميت في صفر زائد ديال إف إكس علاش مغيرناش الترتيب لأن الدالة قلنا تزايدية قطعا مزيان اذا نمشيو نحسبوا في الهامش هنا ليميت عندما يؤول اكس الى صفر زائد ديال اف اكس شنو هي هي ليميت اكس يؤول الى صفر زائد اكس ناقص الداله ديالنا هي اكس ناقص واحد على جذر اكس طبعا بالنسبه للصفر راه اكس يؤول الى صفر اكس غتكون صفر اذا صفر ناقص واحد على صفر زائد هي ناقص لا نهايه اذا النهايه هنا ناقص لا نهايه نمشي نحسبوا لاحظ معايا باش, ن... باش توضح لك اكثر هنا غتولي عندك زيرو هنا غتولي عندك ناقص هنا عندك واحد على صفر ناقص صفر زائد هذه بوحدها كتعطيك زائد لا نهايه ولكن كتلاقى مع ناقص يعني غيولي عندك صفر ناقص زائد لا نهايه هي صفر ناقص لا نهايه هي ناقص لا نهايه لان ما كاينش ضرب تما كاين جمع طيب اذا تنظن ان المساله واضحه غنشوفوا دابا الليميت في زائد لا نهايه الليميت عند زائد لا نهايه اكس يساوي الى زائد لا نهايه ديال اكس ناقص واحد على جذر اكس بالنسبة لهاد إكس تؤول إلى زائد لا نهاية ما فيهاش مشكل واحد على زائد لا نهاية هي صفر إذا زائد لا نهاية ناقص صفر هي زائد لا نهاية إذا انتهنا زائد لا نهاية إذا وبالتالي نكون قد حددنا صورة المجال المفتوح صفر زائد لانهاية واللي هو صفر زائد لانهاية يعني هو اخ نتمنى تكونوا استفدتم نتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم لشرح التمارين الموالية